ابن ابي العافية. ويتم فيه رفع آيات الولاء والمحبة والإخلاص للسدة العالية بالله من طرف وفد أقارب الصحراء والشرفاء العالميين وأتباع المشيشية الشاذلية في صورة تبين تلاحم الوحدة الوطنية والروحية التي امتاز بها أهل المغرب من الشمال إلى أقصى أقاليم الجنوب. الله يبارك في المرسيدي. أم في نظر السلطة التي قربتهم ومنحتهم ضائرة التوقير والاحترام وحفظت لهم أياديهم البيضاء في إشاعة السلم والحض على مكارم الأخلاق، والمثال الأشهر على ذلك الدولة المرينية ذات الأصول البربرية التي شكل الشرفاء وجهها الثاني وسيفها في مواجهة خصومها، وظهرت أدبيات واسعة في هذه المرحلة أثارت قضية النسب الشريف، وهل يصيح من جهة الأب أو الأب أو منهما من قبيل كتاب الأكمه الضرير إسماع الصم بإثبات الشرف من جهة الأم، وكتاب ابن قنفذ القسطنطيني تحت تحفة الوالد باختصاص النسب من جهة الوالد. بالنسبة لنا الزيارة تعنينا الكثير. نحن في هاي المنطقة ماشي ضيوف، نحن أصلا منحدرين من هذه المنطقة، لهذا نقولوا بكل تأكيد للي شكك في ربط الشمال والجنوب على أن هناك أخطاء وخاصه يرجع للمراجع التاريخية، والمراجع التاريخية تثبت تأكيد ذلي نقوله جهرا وسرا على أن هناك ربط عرقي ديني تصوفي في ذلي، والهوية حقيقية والانتماء إلى الطريقة أهل الحق وأهل التحقق. هذا التنوع أو التلاحم عفوا هو نوع من مستوى التعاون بين أفراد المجتمع. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي، وقدمتك جميع الأنبياء بهم الرسل تقديم مخدوم على خدمي، وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم، حتى إذا لم تدع شأوى لمعتبري من الدنو ولا مرقى لمغتنمي، خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلم. تواجد ديال الشرفاء العباد والعسيين التي أحمد قيبي والقبائل الصحراوية في النساب وفي الروحانيات، فنحن نعرفوا هذا الشيء منذ زمان، منذ تاريخ الأجداد كانوا يحكونا على هذا الصراط الرحمة الله، هذا العرف، هذا السنة الطيبة، هذا السنة الجميلة، هذا السنة اللي فيها تلاحم على الوطن، فهي الحمد لله في القلب ديال إخواننا اللي موجودين في الصحراء اللي كيجيو من بعيد كيقوموا بواحد مجهود كبير باش يجيو يزوروا ولاد عمهم ويجيو لهذا القطب فيه الذكر فيه الخير فيه
بيعة لأمير المؤمنين كما كانوا الأجداد كيديروا البيعة في الخمسينات وفي القرون الماضية. كان دائما القطب مولى عبد السلام المشيش اللي كنتم تعرفوه اللي هو كنتكلموا على قرن 12 كان دائما القطب ديال البيعة للملوك الملوك العلويين. أنت كل خير وقدومك في الخير إن شاء الله الخير للجميع والتواجد ديال الإخوان كلهم اللي جاوا من قبائل الصحراوية اللي جاوا أعطونا هالثقة هذا شرف لي وسأقوم به إن شاء الله لكم وللشرفاء العالمين كلهم. الله يحفظكم الله يخليكم ديما في هالدار وهالدار هذه تكون ديما عمرة بكم إن شاء الله وبالشرفاء والأثبة المشيشية الشديدة وشكرا. كما كتشاهدوا معنا كنعيشوا واحد الاجواء روحانيه اللي كيتخلى السماع الصوفي واللي كيحيوها الشرفاء العالميين مع ابناء عمتهم بالاقاليم الصحراويه اللي توافدوا الحمد لله بكثره هذه السنه هذه وقاموا بزياره ضريح جدهم توافقا مع السنه الحميده اللي كيحيوها هذه السنوات طوال والسنه اللي حياها الحاج محمد بركه عميد الشرفاء العالميين وسار على نهجها نقيب الشرفاء العالميين المرحوم سيدي عبد الهادي بركه اللي كنغتنموها فرصه باش نترحموا عليه. الحمد لله الفعاليات دارت تحت شعار المشيشيه الشاذليه تلاحم الوطن وتراحم الخلائق في اشاره قويه على ان ابناء الشمال من الشرفاء العالميين كيمدوا جسور التواصل ديالهم مع اواصر النسب والارتباط المتين مع شرفاء الاقاليم الجنوبيه. منادى الان على الاستاذ الشريف البخاري اللب لاعطاء شهاده شكر وتقدير للباحث سيدي علي العروسي.